بتاعته، هو طالع هو حرف الغين. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات اللي جايبها لنا والرسومات بتاعته. دي رسمه ايه يا كيجي؟ دي رسمه غراب. غراب، كمان مره غراب. غنم، غنم، غنم. غربال، الرسمة دي بتاعت غربال. غربال. غصن، غصن، غصن اللي هو فرع شجرة يا كيجي، بنسميه غصن. غصن. عندنا رسمتين، الرسمة الأولانية بتاعت الغنم والرسمة التانية بتاعت الغراب. رسمة غنم تحتها كلمة غراب، ورسمة غراب تحتها كلمة غنم. كده يبقى صح؟ لا، هنشوف الصح هيبقى ازاي. كل كلمة وكل رسمة تبقى مع بعضها. كده كلمة غراب راحت للغراب، وكلمة غنم راحت للغنم. تعالوا معايا كيجي نشوف حرف الغاء بتاعنا شكله ايه. الغاء بتاعتنا بتقول انا ليا شكلين اتنين. لما ببقى واقفه لوحدي بنزل ايدي، ولما بيبقى حد ماسك في ايدي بفرد دراعي علشان اي حرف يجي يمسك فيا. شايفينها يا كيجي؟ دي الحرف بتاعنا، حرف الغاء. لما بتبقى لوحدها بتنزل ايديها، لما بتبقى معاها حد بتفرد دراعها وتمسك في اي حرف جاي معاه. تعالوا نشوفوا معانا كده كلمات: غزاله، غراب، غذاء، صمغ. شايفين الغاء بتاعتنا يا كيجي؟ الاولانيه فارده دراعها هي علشان هتمسك، الغاء هنا برضو فارده دراعها عشان هتمسك، الغين هنا برضو فارده دراعها عشان هتمسك، هنا اللي في الاخر بقى خالص دي قالت انا مش هفرد دراعي علشان ما فيش حد جاي ورايا، انا هنزل دراعي واخليه جنب مني. في كلمة صمغ، الغين في الاخر نزلت ايديها وخلتها تحت منها كده علشان ما فيش حد جاي يمسك في ايديها. معانا الثلاث كلمات دول يا كيجي: غزالة، غذاء، غراب. وعند الحروف بتاعتنا غي، غو، غا. تعالوا نشوف غي، انا بقول غي، غي تنفع غزالة؟ لا، ما تمشيش معاها الغ خالص. طب تنفع غراب؟ لا برضو، لان انا بقول غي، ما ينفعش اقول غراب. طب ينفع غذاء؟ هي دي تمشي معاها، غي، غذاء. ايه اللي ناقص هنا في الصورة ديت؟ برافو عليك يا كيجي، الكسرة. اسمها ايه؟ كسرة. غذاء، غذاء. طب تعالوا هنا للحرف الثاني، غو، غو. تنفع غزالة؟ لا، لان انا بقول غو، غو. طب نشوف هنا كده غراب. ايوه كده صح، غو، غراب، غراب. برضو ايه الناقص هنا في الكلمة هنا على حرف الغين؟ برافو يا كيجي، وان الضمة بتاعت الغو. غي، غذاء، غو، غراب. اخر واحدة معايا غا، غا، غزالة، غزالة. هنعمل ايه هنا برضو في الحرف ده بتاع الغين؟ قالت انا ناقص لي الفتحة بتاعتي غا. ننطقهم كمان مرة يا كيجي: غي، غذاء، غي، غذاء، غو، غراب، غو، غراب، غا، غزالة، غا،
غزالة. تعالوا مع بعض في الكتاب يا كيجي، هناخد الكلمات بتاعتنا عشان نجيب الكتاب. غسالة، والملابس بتاعتنا فيها حرف الغين، هنلون الحرف بتاع الغين في الملابس اللي احنا نشرنا برضو زي كل مرة. غزالة، هدهد، غسالة، قرد، غراب. انا بدور على حرف الغين عشان احط تحتي في الدايرة اللي تحت صح على الرسمة اللي بتبتدي بحرف الغين. برضو عندنا هنا غراب، بدور على الغو بنشوفها فين. غسالة، بدور على الغاء بنشوفها فين. غذاء، بدور عليه على الحرف بتاعها واحط عليه دايرة. عندي غنم، برضو بدور عليه. عندنا في كل حرف الفتحة، غاء بالفتحة والغي بالكسرة والغو بالضمة، إغ بالسكون. كل رسمة أنا هشوفها هي فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون، وبختار الحرف بتاعها. هنا عندنا غصن وسمغ. غصن وسمغ، أنا بدور على الحرف الغين، هو في الآخر، في الأول، في الوسط. أنا هعمل معاك الرسمة الأولانية، بقول غصن غصن، اشتهج معايا كده، غو غو في الأول اهي. هحط في المربع الأولاني الدايرة بتاعتي. صمغ، أنا نطقت حرف الغين فين يا كيجي؟ صمغ، هشوف هو في أنهي مربع وأحط الدايرة بتاعتي. النشاط اللي بعد كده، إحنا بنحط دايرة حوالين حرف الغاء سواء في الأول، في الوسط، أو في الآخر. أنا بشوفه هو فين وبعمل عليه دايرة. عندنا حرف الغاء هنا في الكتابة اللي لوحده، والغين اللي هي هتمسك في الوسط، والغل في الأول اللي ماسكة في الأول خالص. عند غين لوحدها، غين في الوسط، غين في الأول. أنا هكتب معاكم أول حروف، وما تنساش يا كيجي حرف الغين ليها نقطة، وهنا اللي ماسكة وفرد ايديها وحاطة النقطة بتاعتها. عندي غصن ولخبط لي الحروف بتاعتها، نشتهجها مع بعض كده يا كيجي. غو غو، ادي الغو بتاعتي وضمتها. غص ص ص ص، احنا خدناها قبل كده، اوعى ننسى السنة الصغيرة بتاعتها وهتفرد ايديها. غصن، الناء اللي هتيجي في الآخر ونحط نقطة. هنا كلمة صمغ، صمغ نشتهجها برضو، ص ما غ. هنبتدي كل حرف نحطه ونشبك الكلمة عشان تنطق كلمة صمغ. معايا في كراسة النشاط بتاعتي يا كيجي حرف الغاء والغي والغو، والحرف بتاعي لوحده هينزل ايديه، ادي الغاء وفرد الفتحة بتاعتها، الغي والكسرة، الغو والضم. وما ننساش النقطة، لان من غير النقطة هيبقى اسمها ايه؟ برافو عليك يا كيجي، هتبقى عين، وانا مش عايزاها عين، انا عايزاها غين. الكلمة اللي هنكتبها غنم، غنم. تعالوا الحرف الغين بتاعنا اهيت، وفرد ايديها عشان هتمسك وليها النقطة، اوعى ننسى النقطة. كلمة غنم سهلة يا كيجي، هنكتبها مع بعض، هي سهلة خالص. ادي الغين وفرد ايديها، انا بقول غا نا نا، طبق النا، غنم ماء، الماء، الماء راسها لتحت وفردة ايديها. تعالوا هكتبها لكم مرة، هي هنا حرف الغين فرد ايده بنقطته، وادي كلمة غنم احنا كتبناها مع بعض. عايز تكتب الميم فرد ايديها كده اكتبها، عايز تنزل ايديها نزلها، هي كلمة غنم، غنم.
سلام يا كيجي، هشوفكم إن شاء الله في الحرف الجديد. سلام، باي.